عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هنا إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، كل شيء يعني مربي الأرانب كيقلبوا عليه، وهو كيف تسمن صغار الأرانب بسرعة الصاروخ، يعني بحبوب موجودة في السوق. يعني بعجالة ممكن نهضروا على هذا الموضوع، أن الخليط ديال هذه الحبوب هذه، يعني غادي تشدوا واحد يعني تمشوا السوق وغادي تشريوا قرديه. حنا كنقولوا قرديه هي واحد المكيال كيتعاملوا به الفلاحه. شنو غادي ديروا؟ غادي تشريوا قرديه ديال الشعير، وقرديه ديال الذره، وقرديه ديال النخاله. غادي نوريكم الطريقه ديال الخلط، والطريقه ديال كيفاش تعطيوا هاد النخاله وهاد الشعير وهاد الذره. إذن إليكم الطريقة، تابعوا معي الفيديو. إذن الخلطة ديالي هي هذه، يعني خلطة سحرية أنا كنعتبرها، يعني تسمين مباشر بالنسبة للأرانب. أنتم أنا غادي نوريكم بس موراني دايرها في هذا البرميل هذا، على حسب يعني الحفاظ على هذا الخليط هذا. شنو درت؟ أنتم كما كتشوفوا هاد الخليط عبارة عن نخالة، يعني هاد الكمية كلها راه تقريبا طايحة بشي 540 ريال، يعني 27 درهم. يعني هادي اسمو فيها، أنا خلطتها بيدي هاد الخلطة هادي. اش فيها؟ فيها النخالة، هادي النخالة، وفيها الذرة ها هي، وفيها الشعير. هاد الشعير كيقولوا شعير بيزانة، يعني كاين واحد الشعير رقيق تا هو مزيان، ولكن هذا كيموتوا عليه الارانب، يعني كيبغيوه بزاف. شعير البيزانه، عقلوا معايا، شعير البيزانه. اذا هاد الخليط هذا، هاد الكميه هادي، عرفتي شحال غادي تضرب لكم؟ لان الكميه اللي غادي تعطيو للارانب ديالكم راه ماشي بزاف، غادي تعطيهم غير الطاس ديال الياغورت، يعني فيه نقولوا 100 غرام، غتعطيهم مره في الصباح ومره في العشيه. يعني هاد 100 غرام راه ممكن تعطيها للارانب الصغار، راه ما نقول لكمش يعني الطاقه اللي كتولي فيهم والوزن. يعني الناس اللي كيقلبوا على التسمين راه هذه فرصه، يعني هديه من يوتيوب، وهي هديه من القناه ديالي ديدو سامدي. انا كنعودكم ديما على الهدايا، هذه هديه يعني مجربه. الناس اللي غادي يقولوا لي الطريقه كيفاش نعطيو هاد الخلطه هذه. بالنسبة للصغار ممكن تعطيوها لهم هكا، ماشي مشكل تعطيوها لهم هكا. أما بالنسبة يعني الأرانب الأمهات، منين تولد لكم شي أنثى، شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هذه، وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن، ولكن ماشي بزاف ديال الماء، غير حدو أنه يسرد واحد شوية، وتعطيوها لهم في الصباح الباكر. كونوا متاكدين ان الامهات ديالكم غادي يفيضوا بالحليب اولا، ان النخاله غادي يشدوا الصحه ديالهم، غادي يسترجعوا الصحه ديالهم، وغادي يكونوا يعني في واحد الحاله يعني مزيانه 100%. اذا عقلوا معايا، بالنسبه للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيوها لهم هكا ناشفه، ماشي مشكل نعطيوها لهم، راه كتعجبهم. بالنسبه الامهات والذكور، الا بغيتو تعطيو الذكور، ولكن خصوصا الامهات اللي يلاه ولدوا، يعني في السيمانه الاولى، في النهار الاول الثاني الثالث، شدوا هذه الكميه هكا، كميه ماشي بزاف، ممكن جوج طيسان ديال الياغورت، وتسردوهم، ماشي تتغرقوهم بالماء، لا، يعني خوفا من المراره، باش ما ديرهمش مراره، غير جهد ما، يعني حنا كنقولوا تبربشوا واحد شويه بالماء الساخن، ماء طايب، تخليوه شويه يبرد، غير بما شويه يبرد هكا، وتعطيهم ياكلوه. كونوا متاكدين انها خلطه رائعه بزاف كاع، يعني انا هذه خلطه مجربه من سنين، وانا كنستعملها وخصوصا كنديرها للارانب البلديه كتصدق لهم اكثر من الروميه، ولكن الروميه جربتها معهم، والكروازيه كذلك نفس النتيجه يعني مرضيه للغايه. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي الاثمنه كيفاش، يعني هاد القرديه شحال كدير بالنسبه للشعير، شعير بيزانه، وبالنسبه للنخاله، وبالنسبه للذره. وهاد الذره هادي راه كتكون
يعني مدكدكة، يعني حنا كنقولوا ماشي دورة نيشان، لا كنقولها مبرشة، يعني كتباع هكاك، ماشي انتم كتشدوها تحنوها، لا كتباع موجودة هكاك. إذا بالنسبة للأثمنة الشعير كيدير 12 درهم، سجلوا معايا باش إلا مشيتوا للسوق تعرفوا راسكم اش كديروا. إذا الدورة كدير 12 درهم، الشعير كيدير هذه قردية راه فيها واحد الكمية كبيرة، يعني راه نقولوا ما تشيلوش بالكيلو، إلا شيتوا بالكيلو راه كيطيح عليكم غالي. ديروا قردية كطيح شوية رخيصة، كطيح رخيصة كاع بزاف. إذا القردية ديال الشعير 11 درهم، القردية ديال الذرة 12 درهم، القردية ديال النخالة رخيصة في الثمن كدير 6 دراهم ونصف. إذا هذا الخليط كله كتشدوه كتكبوه في واحد البانيو وكتخلطوه بيديكم ولا بشي خشبة ولا، وكتبقاو تستعملوه تعطيوه للصغار ديالكم، كونوا متأكدين أن راه التسمين يعني بسرعة الصاروخ. أنا راه ما كنتيقش أن ملي كنعطيهم هذه الخلطة هذه يوم على يوم كنحس بهم كيكبروا عندي. يعني الحمد لله أنا كندير شي تجارب، يعني كنشوفوا من الناس القدامى ولا كنجرب راسي. المهم ملي كان نجرب هاد يعني الخلطة وكنلقاها صدقات، كنحاول أنني ننشرها مع العائلة ديالي اللي هما نتوما بدون نفاق، كنعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير. ديروا هاد الخلطة هادي إن شاء الله وراه غادي تشكروني عليها. مرحبا بالتعاليق الطيبة ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.